الحمد لله رب العالمين. نور الله لا إله إلا الله. الله نور الله لا إله إلا الله. الله نور الله. مساء الخير مشاهدينا الكرام، يسرنا جدا باللقاء معكم في مناسبة جولات وطنية مع سيد محمد الشيخ، ونمثل تلفظة نور متلسم مع أخيكم علي جاي. اليوم عندنا فرصة لترحيب ضيف مبجل سيد محمد الشيخ إمام المهدي المنتظر في مناسبة جولات وطنية جولة وطنية اليوم 14 من شهر مارس سنة 2020. نشكركم بالمتابعة في قناتنا نور المتلسم تلفزيون. السلام عليكم يا سيدي إمام الشيخ، شكرا على إطاعتنا هذه الفرصة القيمة. اسمي علي، يمثل قناة نور المتلسم تلفزيون. ناوي طرح سؤال حول الصراع بين إسرائيل وفلسطين، ما رأيك فيه؟ ما شاء الله. أخي علي جون، ممثل قناة النور المتلسم تلفزيون والفرقة كلها. المشكلة بين إسرائيل وفلسطين أعتقد أننا طالما أشرنا إليها مفصلا، وهي مشكلة قديمة. ما يخصنا نحن، ما بأصلنا هو فلسطين. لو كان هناك من ندعو له أو نساعده أو ننوي الفوضى لكان فلسطين، لكن ذلك لا يعني أننا نتجاهل عن إسرائيل، لأن مسجد الأقصى موجود فيه وهو ثالث الأماكن المقدسة. والآن تحليلاتنا الملخصة قول هذه القضية أن من النبوة رسول صلى الله عليه وسلم صبها أن جاء بدراسات حولها لكي نحل هذه المشكلة. فلا بد أن ننتظر شيئين: الأول مجيء الإمام المهدي، والسلطة التي أعطاها الله إياه في الدنيا يعطيه قوة حتى يجد سلطة لسير الأمور ويعترف به الجميع رسميا. الثاني نزول عيسى ابن مريم عليه السلام في الحماس سري، ما لم يجتمع هذين الأمرين رغم الاجتماعات والمحاولات والأدعية. والمشكلة لا تخل، ولو اجتمع العالم، الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر وهو الذي سيأتي بحلول الحولة هذه القضية. هذا هو رأينا في هذا المجال ما شاء الله. أجدد الشكر لجميع والأسئلة المفيدة التي طرحتموها صراحة. الوقت كان ضيقا، لكن بقدر من الله قدمتم كل شيء. نهنئكم بعملكم الجبار في الدين الإسلام بصفة عامة، وفي طريقة مولاي الشيخ أحمد التجاني الشريف بصفة خاصة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، كانت لحظات فرح وسرور في متابعتكم. شكرا على سيد محمد الشيخ بإجاباته على جميع الأسئلة، وإلى اللقاء. الحمد لله رب العالمين.